أن يكون العراق بلدا حرا. أكثر من 10 أحزاب انبثقت عن الحركة الاحتجاجية في العراق تستعد لخوض غمار الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو المقبل. حركة 25 من أكتوبر عقدت مؤتمرها التأسيسي الأول في بغداد وتدعو لمواصلة عملية التغيير ومواجهة الأحزاب الدينية عبر العمل السياسي. لدينا نية الدخول في الانتخابات بشكل قوي ومثمر. نحن هنا يعني نريد أن ندخل للتحقيق شيء، ليس لمجرد اسم وعقد ندوات وحركات، لا، لتحقيق شيء، ولا سيما الثورة كما ترون أنها قائمة على الحركة الشبابية، وهذا العصب الرئيسي في ثورة تشرين، هي ثورة شبابية، ثورة وعي، ثورة تغيير، ثورة إعادة إنتاج العراق برؤية جديدة. تعمل هذه الحركة على كسر هيمنة الأحزاب الدينية ومواجهة النفوذ الإيراني في العراق كما تقول. أهم المبادئ السياسية على المستوى الخارجي التي نعتقد بها ومواقفنا صريحة بها، نقول أن من العراق ومن الداخل ومن الشباب يخرج مشروع بهذه المواصفات سيقف بكل وضوح ضد سياسات إيران المزعزعة للاستقرار، ضد هذا النفوذ الذي استهان كثيراً بسيادة العراق وقيمة العراق. دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات أعلنت تسجيلها أكثر من 433 حزباً سياسياً تعتزم المشاركة في الانتخابات المبكرة. قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان بضغط من حركة الاحتجاجات الشعبية منح هذه الحركات المستقلة فرصة لخوض سباق الانتخابات ومنافسة الأحزاب التقليدية على مقاعد البرلمان المقبل. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث.